السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم غندير واحد البريوات ديال البطاطا اقتصاديين، والمقادير موجودة في كل بيت. بسم الله على بركة الله. عندنا البطاطا، خديت ربعة البطاطا سلقتهم بالقشرة ديالهم، ما بغيتش نطول عليكم، سلقتهم بالقشرة ونقيتهم وعلكتهم، ولا علكوهم بالفورشيط ولا طحنوهم ولا المهم درتهم بالفورشيط هكا. ها هما، كنزيد عليهم البصله، شي ثلاثه البصلات هادو درتهم بيضين، الا كانوا حمرين ديري غير جوج، اكثر هي كتجي زوينه بالبصله البيضه حيت دغيا كتذوب. هنا الجبن مورزاريلا هاد القياس هذا، وكاينه الملحه، وكاينه الفلفل الاسود والفلفل الاحمر، وكاينه الورقه على حسب شحال بغيتي. هنا درت انا غير نص كيلو، ثم مقادير قليله كتجي لذيذه بزاف. بسم الله، ردينا المقله فوق النار، نديرو فيها شويه الزيت وفيها شويه البصله، نخليو هاد البصله تشحر وطيح شويه، نزيدو عليها العطريه فلفل اسود، فلفل احمر والمليحه، كتبقى العطريه على حسب الذوق ديال الانسان، كل واحد اشنو تيدير، كاين اللي كيزيد كاين اللي كينقص. كاين بغيت تخلي هاد البصيله شويه تطيح، بعد ما شحرنا البصله هي كتبان ذهبيه شويه، غير مع التصوير ما كتبانش. نزيدو عليها البطاطا، البطاطا اللي سلقنا وعلكنا كنزيدوها عليها. هاد البصله زدناها على خلطناها مع البطاطا، كتبان لينا بان انت عينك ميزان، كي لبانت لكم البطاطا ناشفه، البطاطا كتنشف، لبانت لكم ناشفه زيدوا شويه الزيت، زيت عاديه ولا زيت بلديه صافي، كتبداي تحركي فيها مع البطاطا. حتى هاد البريوات راه غير هادو الشكل من الاشكال، ما كنصوبو البطاطا عاوتاني بواحد الطريقه اخرى، كتجي بالفرماج ولا ديك هي كتجي زوينه. هذه درناها بالبصله، جات هي شكل اخر، كتجي بنينه اقتصاديه. الوليدات كيبغيو البطاطا ونخلطوها لهم، باش هذه فرصه باش تخلطيها لهم مع البصله ومع مع الفرماج، تخليوها تشحر شويه. بعد ما شحرنا ديك البصيله والبطاطا مسلوقه، درنا لها العطريه وهذا، نسيت نقول لكم درنا لها الثومه، اما الثومه بودره اما الثومه عاديه. وغنزيدوا لها دابا الفرماج، كيف ما قلت لكم اي فرماج عندكم، هذا فرماج مورزاريلا، الا عندكم الحمراء تحكوه وديروه هنايا ماشي مشكل، المهم حنا كنسهلوا الوصفات باش على حسب اللي كاين في الدار. منها كتخلطي منها كتبردي، باش الا بغيتي ديريه في الورقه ما كتقطعش، حاولي ما ديريها سخونه في الورقه. كيبان لك هذاك التعليكه ديال هذاك الفرماج مهلك، نشدو الورقه، راه خلطنا هذا الخليط اللي قلت لكم قبيله، نشدو الورقه. بغيتو الطويله راه غديرو الطويله، بغيتو المثلثه غديرو المثلثه، بغيتو الطويله. انا ما كنحيد هادو، لان كنقلبهم من الداخل وكنستغلهم، بغيتي تحيدهم راه غتحيدو الجوانب، كديري لها بحال هكا، قطعي على حسب شحال البريوه بغيتي فيها، واش بغيتيها كبيره واش بغيتيها صغيره. كلهم بحال هكا،
وكنبدا نصوب في الحشوه. بحال دابا هادو هادي كنخرج منهم طوال وكنخرج منهم المثلثين، كنحلهم. كاينه واحد البلاصه اللي هي حرشه والبلاصه اللي رطبه، البلاصه الحرشه هي اللي كندير فيها الحشوه. هادي هادي هنايا بسم الله التعميره كطوي هكا. بغيتي ليلين طوال بغيتيهم صغار. طوي هكا شويه كطوي كتلوي. انتي بغيتي تقليهم راك طوي فحال هكا وكتعاوني بالماء والطحين. انتي غدخليهم للفران فلا داعي ديري لهم هكا، كيجيو زوينين كيجيو مقرمشين. انتي بغيتي تقليهم غديري من هنايا الماء والطحين وتسديهم. كنتي غتخشيهم في الفران غتستفيهم بحال هكا ودهنيهم بالزبده وتخشيهم في الفران. كاين اللي ما كيبغيش القليان، كاين اللي كيبغي يدير كيبغيش القليان كيبغي غير الفران كيبغيش الزيت. انت عندك حريه الاختيار. نشديها بحال هكا تحليها هادي المثلثة بغيتي هادي. انا دابا هادي هانتوما الرطبه كتجي هي اللي في التحت وهادي كتجي الحرشه. تاخدي شويه بحال هكا ديري ليه بحال هكا هكا هكا. هادي غتقدري طويها بحال هكا باش ميبانش لك هداك التقرميش، ديك القرماشه حيت هي كتنشف الا بقيتي حاطاها في هذا كتنشف. والشكل كديري الشكل اللي عجبك والقياس اللي عجبك. هادي كتخشيها في هاد القنيسه هنا ماشي كتخشيها في هاد القنيسه. هادو كنعاود للناس المبتدئين كتخشيها هنا وكتقلبيها بحال هكا. كتخشيها في الفران، انا قلت لك الفران بلا ما تسديها، في المقله ضروري كتسدي حيت كتحل صافي. هنا كديري هاد المثلثين وهادو كديري الطوال. تعاوني بالزيت تعاوني بالزبده باش هادو يهبطوا لك. نستمروا هكا نستمري هكايا حتى المقلى سخن ودرتيناهم يتقلاو. اللي بغيتي تقليهم اللي كيبغي الزيت راه يقليها، اللي ما كيبغيش الزيت راه يديرهم في الفران يدهنهم شويه الزبده ويديرهم في الفران هما كيجيو زوينين. انا هادو قليتهم نتمنىهم يعجبوكم. تلقاو باش نوريكم طريقه التقديم. انتما البريوات بعد ما قليناهم انا قلت لكم اللي بغي يقليهم اللي بغي يديرهم في سميتو في الفران غير التليفون ما كيصورش مزيان. ما هما جاوا زوينين جاوا مذهبين جاوا لون واحد مذهبين وجاوا زوينين. نتمنىهم يعجبوكم. تخليو ليا شي تعليق وشي لايك واشتراك. شكرا لكم بزاف بزاف.